حمدا لرب منعم هدى لدين قيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فأيها الإخوة الأحبة، حياكم الله بيا. الدرس الماضي تكلمنا عن تعريف الحكم، وقلنا إن الحكم هو نسبة أمر لأمر إثباتا أو نفي، أو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وقلنا إن الحكم ينقسم من حيث مصدره إلى ثلاثة أقسام: الحكم العادي، والحكم الوضعي، والحكم العقلي. والحكم العادي قلنا إنه ما يتحصل بواسطة التكرر على الحس، حواس الخمس، وسائل للإدراك خلقها الله تعالى للإنسان يدرك بها نسب الأشياء، نسب، من خلال، طبعا هي الحكم للعقل لكن بواسطة الحس. الحكم يكون للعقل بأن زيدا قائم، لكن استفاد هذا الحكم بواسطة الحس. الصوت الفلاني جميل، الصوت الفلاني قبيح، الصوت الفلاني يختلف عن الصوت الفلاني، اللون الفلاني يختلف عن اللون الفلاني، طعم الطعام الفلاني، الفاكهة الفلانية يختلف. هذه الأحكام يستفيدها الإنسان بواسطة ماذا؟ التكرر على الحواس. الأحكام التي يستفيدها الإنسان من خلال العادات التي أجراها الله تعالى في هذا الكون، يتعلق بأحكام الفيزياء والكيمياء. أجرى الله العادة أن الماء يتكون من عنصرين، H2O، تمام. الجيولوجيا، ما يتعلق بالعالم في الأرض، العالم في البحر، العالم في الفلك، في الفضاء، العوالم الموجودة في السماوات، هناك عدد. كذلك ما يتعلق بجسم الإنسان أو الحياة الحيوانية بشكل عام، الإنسان يتولد لأبوين اثنين، والمرأة لا تلد إلا إنسانا، والغزالة لا تلد إلا غزالة، والبقرة لا تلد إلا بقرة. هذا كله أحكام استفدناها بواسطة ماذا؟ الحس، تكرر. لكن هل هي من قبيل المستحيل العقلي؟ لا. وضربنا أمثلة كثيرة على، يعني هي ممكنة عقلا الله، وغيرها ممكنة كذلك عقلا، لكن الله تعالى بإرادته رجح هذا الممكن على ما يقابله من ممكنات كثيرة. وأي رجحان لأي ممكن لا يمكن أن يكون إلا بواسطة مخصص مرجح، رجح هذا الممكن على ما يساويه من الممكنات. طيب، اليوم إن شاء الله تعالى، أول شيء فيه سؤال على ما مضى، في أسئلة هكذا؟ سؤال على الدرس اللي مضى، على الدرس الماضي، نعم. هو الكلام، صفة الكلام أعيان ولا معاني؟ لا، معاني، صفات معاني ليست أعيان. عشان الصورة اللي نشرتها أنت على الفيس مش مكتوب فيها الكلام، مش مذكور، مش مكتوب فيها صفة الكلام. أنت قسمت الصفات كاملة، بس الكلام ما كان موجود. ننظر فيه إن شاء الله، ننظر. هي معاني، بعدين صفات المعاني معروفة، تفريعة، حياة، العلم، الإرادة، القدرة، السمع، البصر، الكلام، والتكوين عند الماتريدية. تمام. إذا كانت هذا فبتكون ساقطة. طيب، اليوم نبدأ بالكلام عن الحكم الشرعي. تفضل. كتب المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين: والحكم إما شرعي، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما، وإما غيره، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، والحاكم به إما العقل وإما العادة. فإن كان العادة فعادي،
والحكم العادي فإن كان الحاكم العادة فيسمى الحكم عاديا، فالحكم عادي. نعم، ما هو معنى الحكم العادي؟ والحكم العادي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر بينهما على الحس، كإثبات أن النار محرقة وأن الطعام يشبع. وليس المراد من هذا أن النار مثلاً هي المؤثرة، إذ التأثير لا دلالة للعادة عليه أصلاً، وإنما غاية ما دلت عليه العادة الربط بين أمرين. أما تعيين فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخل، ولا منها يتلقى علم ذلك، كما قاله الإمام السنوسي رحمه الله تعالى. وسيأتي في عقد الوحدانية ما يتعلق باعتقاد ذلك. تمام. طيب، الآن عرف الحكم الشرعي. الآن نحن ذكرنا أن الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار ماذا؟ باعتبار المصدر. وقلنا إن الحكم إما أن يكون عاديا، حكم عادي أو وضعي أو عقلي، وتكلمنا على الحكم العادي. مثل هنا يقول إن الحكم العادي هو الحكم المستفاد بواسطة التكرر على الحس، فبسبب تكرر هذه العادات، تكرر هذا الارتباط العادي بين النار والاحتراق، إذا وضعنا جسما قابل للاحتراق على النار يحترق، فصار العقل يحكم بأن النار تحرق. لكن هذا الحكم من أين استفاده العقل؟ من خلال تكرر هذا الارتباط على حاسة البصر أو على حاسة اللمس. نعم. وكذلك الإنسان جرت العادة أنه إذا جاع فإنه يدفع جوعه لتناول الطعام، إذا عطش فإنه يدفع عطشه بتناول الماء، إذا نعس فإنه يدفعه بواسطة النوم، إذا أصابه البرد فإنه يدفعه بواسطة لبس الثياب، وهكذا. هل هذا الارتباط وهذا التلازم بين هذه العين وهذا الوصف هو تلازم عقلي بحيث يقول العقل باستحالة الانفكاك بين اللازم والملزوم؟ وجدت نار، يجب أن يكون هناك احتراق، ويستحيل أن لا يكون هناك احتراق. هل العقل يقطع بهذا؟ لا. أو يحكم بهذا أصلا؟ لا. لو قلنا للعقل قبل أن ينزل إلى عالم الحس وقلنا له سيكون مخلوق اسمه نار بهذه الطريقة، وهناك مخلوق اسمه ماء، وما مخلوق آخر اسمه طعام، وعندنا هناك منافع، عندنا مثلا احتراق، إرواء، إشباع، صل، ضع خط بين العين والمنفعة المناسبة، واتينا إلى النار، قلنا يا عقل هل النار يمكن إذا نزلت إلى عالم الحسيات أن تصير محرقة حيث يخلق عند وجودها الاحتراق في الجسم الذي يمسها؟ هل العقل يحكم بإمكان ذلك أو بالاستحالة؟ ممكن جرب. لا، لماذا يجرب؟ العقل له أحكام لا علاقة لها بالتجارب، يقول لك ممكن فقط. ممكن في إشكالية أن يكون أن يخلق الاحتراق عند وجود النار؟ ممكن. ممكن. طيب، لو قلنا يا عقل هل يمكن أن تكون النار هذا الجسم سبيلا لدفع الجوع؟ ممكن. وين المشكلة؟ ممكن. طيب، بحيث الإنسان جاع يأكل نار مثلا ويذهب هذا الجوع، في إشكالية في هذا؟ العقل يقول لك يمكن. طيب، هل يمكن للنار أن تكون سببا لدفع العطش مثلا؟ إذا عطش الإنسان يشرب شيئا من النار أو يتناول هكذا شيئا فيه نار فيندفع عطشه، هل هذا ممكن؟ وكذلك الطعام ممكن يخلق عنده الاحتراق. الماء هل يمكن أن يكون يعني يخلق عنده الاحتراق يصير ماء يحرق زي ميت النار مثلا؟ هل ممكن؟ ممكن. مش ممكن؟ ممكن. طب يكون سبب لدفع الجوع؟
يمكن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، أليس كذا؟ يعني يمكن، ليس مستحيل العقل. لما نزلنا إلى هذه الدار الله تعالى ربطه أجر العالم، ربط عادي، تلازم عادي بين وجود النار وبين وجود الاحتراق، بين وجود الطعام وبين دفع الجوع، بين وجود الماء وبين دفع العطش، الري، الشبع. طعام يلازمه الشبع، ماء يلازمه الري، أليس كذلك؟ لكن هل هذا هو المتعين ولا خيار إلا هو؟ إذن هذه الأحكام من أين استفدناها؟ من الحس، من الحس. أما العقل فيحكم بإمكان جميع هذه الأحكام، واضح؟ هذا معنى. لكن الآن أشار إلى قضية، هل يستفاد من التلازم العادي من هو المؤثر؟ يعني الآن أنا نظرت، مجرد ما وضعنا النار أو وضعنا ورقة في النار احترقت، النظر ماذا يفيدني في هذه الحالة؟ عند وجود النار يحدث الاحتراق، من الذي أحرق؟ هل النار أحرقت استقلالا؟ هل النار أحرقت بقوة مودعة فيها؟ هل الذي أحرق شيء غير النار ولكن أجرى العادة، الذي أوجد هذه النار هو الذي أجرى العادة أن يخلق الاحتراق عند النار؟ هذه احتمالات ثلاثة. العادة لا تفيد من هو، أو لا تفيد الحكم بموجد الاحتراق سواء النار أو غير النار. ما دام العادة لا حكم لها إلا هذا التلازم، فلا بد لمعرفة من هو الذي أحدث الاحتراق، النار أم غير النار، إلى دليل عقلي أو شرعي. نرجع الدليل العقلي، لما ندرس مبحث الوحدانية ونثبت وحدانية الله تعالى بالدليل العقلي، سنعرف أنه يستحيل أن يكون هناك فاعل غير الله. فالدليل العقلي، الدليل العقلي يقطع باستحالة كون النار محرقة بذاتها أو بقوة مودعة. والدليل الشرعي ماذا قال لنا؟ الله خالق كل شيء، فالنار شيء والاحتراق شيء، الله خالق كل شيء، فالجوع شيء والشبع شيء، أليس كذلك؟ الأشياء ليست هي مجرد الأعياد، هناك أعراض تقوم بذواتنا، الآلام، اللذات، أليست أشياء لها وجود وأعراض ونتحر يعني نشعر بها؟ كذلك الجوع، الأمور الوجدانية، الغضب وإن لم يكن عينا لكنه موجود، والرضا والحب والبغض والرحمة وشدة قساوة القلب ولين القلب، الحلم، الحكمة، المحبة، هذه كلها ليست أعيانا ولكنها أشياء موجودة، خالقها هو الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أراد أن يذكره المصنف هنا، وإن كان هذا من مبحث توحيد الأفعال، لكن ذكره هنا لئلا يتبادر إلى ذهن الإنسان أننا حينما نقول إن النار تحرق، أن النار تحرق بذاتها أو بقوة مودعة فيها، إنما يحرق الله، الذي يحرق هو الله، والذي يشبع هو الله، والذي يروي هو الله، والذي يعطي، ولأنه هو أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى، وهو الذي أضحك وأبكى والذي يسعد ويشقي ويحيي ويميت سبحانه وتعالى. كثرة التكرار وهذه العادة، الترابط هذا السبب والمسبب، كثرته وعدم انتقاضه لعقل لم يمر عليه منتقض، يعني كثرة تكراره ألا يصبح يعني حكم عقلي؟ لا علاقة، مش كثرته، لعدم انتقاضه. كل إنسان، كل من يعني تجرد عن عالم الحسيات وعرف معنى الحكم العقلي، لا يمكن يقول لك هذا ممكن. يعني اسأل العقل، اسأل العقل. تريد مثال تقريبي لهذا؟ الفوتوشوب، أي شيء يستطيع صناعته صاحب الفوتوشوب يكون قابل ممكن العقل. هل يمكن لصاحب الرسام، صاحب
هذا الرسام، هل يمكن أن يرسم إنسانا له أجنحة ويطير؟ إذن طيران الإنسان ممكن عقله. إنسان يعيش في الماء، إنسان يجوع يأكل النار، يجوع يأكل التراب، يبقى سنين بلا طعام بلا شراب، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ أجب، ممكن. رجل يلد، امرأة تلد غزالة، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن رسمه أو ليس بممكن؟ إذن العقل لا يحيله، لكن جمع بين النقيضين، هل يمكن رسمه؟ اجمع بين النقيضين، سليمان موجود ومعدوم في آن واحد في مكان واحد بنفس الاعتبار، هل هذا ممكن؟ هل هذا ممكن؟ تفضل ارسم لي ارسم لي نقيضين مجتمعين، هذا مستحيل عقلا، ها؟ لا يمكن، لا يمكن. تسلسل الدور، ارتفاع النقيضين، شيء ليس بموجود ولا معدوم، اجتماع النقيضين، شيء موجود ومعدوم، مستحيل. العقل لا يمكن أن يتصور، وهذا الشيء يستحيل أن يوجد. أما الأمور الأخرى هذا ممكن عقلا. لازم نذكر أمثلة أكثر عن مستحيل عقلا، لأن المستحيل عقلا هو أقل بكثير من ممكن عقلا. أكيد أكيد، الأصل في الأحكام الأحكام العقلية، أوسع بكثير الأحكام العقلية، يعني الواجب العادي والمستحيل العادي قد يكون ممكنا عقليا. يعني مثلا إنسان يطير مستحيل عادة، صحيح؟ لكن من ناحية عقلية متشوق بها ممكن. يعني أنا أعطيتك مثال يسهل عليك، هذا ممكن للرسام يرسم ولا لا يمكن؟ يمكن، فقدرة الله تعالى تتعلق به، لكن الجمع بالنقيضين مستحيل في ذاته، يعني لا يقبل الوجود لذاته، فلا تتعلق به قدرة الله تعالى. وسيأتي تفصيل هذا أكثر لما يجي على تعلقات الصفات. إيش في المستحيلات العقلية؟ إيش في أمثلة غير النقيضين مثلا؟ اجتماع النقيضين غيرها؟ كل المستحيلات أو عامة المستحيلات العقلية ترجع إلى إيش؟ مبدأ التناقض، استحالة التناقض. واستحالة التناقض يعني راح نفصل فيها أكثر، يعني لما يجي بس مبحث الأحكام العقلية يعني قريب هو إن شاء الله، إذا مش اليوم المحاضرة القادمة بعونه تعالى، وسيتضح الأمر أكثر بكثير يعني إن شاء الله، حنعطي أمثلة حتى تتضح بكل وضوح وجلاء إن شاء الله. الآن الحكم الوضعي، من الذي وضع هذا الحكم؟ إن كان الواضع هو الشارع الحكيم، فشو بيكون الحكم؟ شرعي. ها؟ وإن كان إنسان آخر شو بيكون الحكم؟ قانون. قانون. الآن سواء كان الحكم الشرعي أو الحكم الوضعي، كلاهما كما قلنا في الحكم العادي ينقسم إلى إيش؟ واجب وممكن ومستحيل، صح؟ ذكرنا هذا؟ كذلك عندنا الحكم الشرعي والحكم الوضعي بشكل عام، شرعي أو غير الشرعي، ينقسم إلى واجب وممكن أو جائز نفس التعبير، ومستحيل أو ممتنع. ممتنع نفس الشيء، هنا ينقسم هذا الحكم أي قانون إلى واجب ممكن ومستحيل. إيش مثال؟ طبعا من الجائز، الجائز مثلا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، عندنا جائز مستوي الطرفين مباح، وفي عندنا جائز لكن فعله أفضل اللي هو إيش؟ المستحب، وفي عندنا جائز لكن تركه أفضل اللي هو إيش؟ المكروه. فهذا كله يندرج تحت ماذا؟ الجائز، صحيح؟ القانون مثلا إيش حكم قطع الإشارة الضوئية حال كونها حمراء؟ ممتنع، صح؟ قانونا. طيب ما حكم الدوام الرسمي باللباس الرسمي من وقت الساعة الثامنة للساعة الثالثة؟ ها؟ واجب. إيش؟
عقلا ولا عادة ولا وضعا شرعا ولا قانونا؟ وضعا. وضعا قانون. قانون صحيح. طيب إذا كان مثلا عندك أكثر من لباس مسموح، أكثر من لون، عندك الكحلي، عندك الكذا، أنت أتيت بأحدهما، إيش حكمه؟ جائز صح؟ جائز قانونا. الآن من الحكم الشرعي مثلا الواجب الشرعي الصلاة، ممتنع شرعا الزنا، الممكن شرعا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيل، صح؟ هذا جائز. فانكحوا ما طاب لكم نساء مثنى وثلاثة وربع، عندك واحدة جائز، اثنين جائز، ثلاث جائز، أربعة جائز، هذا كله من قبيل إيش؟ الجائز شرعا. واضح؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. طلبا لما نقول ربنا طلب شيء، إما على سبيل مثلا عندنا هنا طلب حكم الشرعي، طلب طلب تخيير وضع. الطلب إما طلب فعل أو طلب إيش؟ ترك، وكلاهما إما على سبيل الجزم أو على سبيل إيش؟ الندب. فطلب الفعل على سبيل الجزم شو بنسميه؟ واجب شرعي صح؟ واجب أو فرض. طلب الفعل على سبيل الند ماذا نسمي؟ مندوب، سنة، مستحب. طبعا على غير مصطلحات الحنفية، الحنفية عندهم تفصيل ثمان، تقسيم ثماني. طيب طلب الترك على سبيل الجزم محرم صح؟ طلب الترك على سبيل الجزم محرم. طلب الترك على سبيل الند شو بنسميه؟ مكروه. مكروه يعني الأفضل تركه، مكروه. تخيير اللي هو المباح. الوضع الله تعالى وضع أسبابا لصلاة الظهر، زالت الشمس زال الظهر فدخل وقت الظهر، فهذا سبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. زالت الشمس دخل وقت الظهر، لم تزل الشمس لم يدخل وقت الظهر، فهذه مثل الوضع. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. العلامة، الصحة، الفساد، هذه أحكام شرعية وضعية، هاي أحكام شرعية تكليفية. نعم هكذا، أو هذا ما ذكره المصنف الشارح رحمه الله. طيب واضحة؟ في سؤال عليها؟ خطاب الله للمكلفين أو المتعلق بأفعال المكلفين، كل فعل من أفعال المكلفين لابد أن يندرج تحت واحدة من هذه الأوصاف. أي فعل أنت تفعل، إيش حكم أنك مشبك إيديك الآن في بيت الله؟ مكروه. ما حكم أن تفرقع أصابعك في المسجد؟ مكروه. ما حكم أن تنظر هكذا؟ جائز. ما حكم العبث؟ مكروه. العبث مطلق مكروه. ما حكم النظر إلى النساء؟ محرم. ما حكم النظر إلى بيت إلى كتاب الله؟ مستحب. وهكذا كل فعل. شفت النظرة هاي؟ السكوت، الكلام، رفع الرأس، خفض الرأس، أي حركة تتحرك، أي فعل تفعله يندرج تحت هذه الأقسام. إما أن يكون الله أمر بفعله أو بتركه، إما جزما أو ندبا، أو خيرك بين الفعل والترك. واضح؟ وهكذا. طيب في سؤال على هذا؟ ننتقل إلى الحكم العقلي. الحكم العقلي يحتاج إلى شرح أكبر. كم بقي من الوقت؟ ربع ساعة. طيب الحمد لله في وقت. طيب وإن كان العقل فعقلي، يعني إن كان الحاكم العقل فالحكم عقلي. نعم. وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار ولا استناد إلى شرع. إلى تكرار غير توقف على تكرار ولا استناد إلى شرع. وخرج بهذا القيد الأخير
حكم الفقيه المستند إلى الشرع كإثبات الوجوب للصلاة المستند إلى خطاب الله تعالى فخرج بقوله حكم العقل الحكم الشرعي والعادي. طيب الآن ما هو تعريف الحكم العقلي؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا تعريف الحكم العقلي بدون واسطة التكرر على الحس اللي هو الحكم العادي وبدون وقع واضع، هذا الحكم الشرعي. إذن أي حكم أي نسبة أمر لأمر لم تكن النسبة هذه مستفادة بواسطة الحواس ولا بواسطة وضع واضع، من هو الحاكم؟ العقل. واضح؟ 1+1 كم؟ 2. من أين استفدت هذا الحكم؟ هل بواسطة النظر بحيث إنه الأعمى لا يدرك هذا الحكم؟ هل هو بواسطة السمع بحيث إنه الأصم لا يدرك؟ واحد أصم راح يشتري مثلا زجاجتي ماء، الواحدة بدينار، أعطاه 5 دنانير أرجع له دينارا، هل لأنه لا يسمع لا يدرك إنه هذه كمية وأضيفت لها كمية أخرى صارت كميتين وكل كمية ثمنها دينار فثمنهما ديناران، هل يمكن أن يجهل هذا لأنه لا يسمع؟ إذن 1+1=2، كمية أضيفت لها كمية صار الحكم بأنهما كميتان، هل هو متوقف على البصر؟ هل هو متوقف على السمع؟ هل هو متوقف على الذوق؟ على الشم؟ على اللمس؟ هل هناك شرع أخبرنا بحيث الذي لا يؤمن بالشرع لا يعرف 1+1؟ أو هل القانون هو الذي وضع القانون مثل الأردني أو القانون هو الذي وضع 1+1=2؟ من الذي وضعه؟ هل هو حكم وضعي أصلا؟ 1+1=2، هل يحتاج إلى وضع واضع؟ يعني لو إنسان في الغابة لا يعرف هذا، هي هنا أسد وهي أسد ثاني، هل يمكن يقول هذه 3 أسود؟ إذن هذا الحكم هل هو مستفاد بوضع واضع؟ هل هو مستفاد بواسطة حاسة من الحواس الخمس؟ إذن من أين استفدنا؟ من العقل المجرد. من العقل المجرد. إنسان عاقل لو لم يكن له أي حاسة يدرك أن قلما أضيف إليه قلم يصيران قلمين، هل يتوقف هذا على يعني مجرد هكذا؟ يعني أدخلنا له معلومة إلى عقله بدون واسطة، لو فرضنا مثلا بدون واسطة الحواس، هل يعجز عن إدراك هذا الحكم؟ لا يعجز. الكل أكبر من الجزء، عندنا ذات لها أجزاء، لها أجزاء. إذا عرضنا على العقل معنى الكل ومعنى الجزء ومعنى أعظم، هل يتردد العقل في إصدار حكم أن الكل أعظم من الجزء وأن جزء الشيء أصغر من كله؟ هل يتردد؟ هل هذا يتوقف على حاسة البصر بحيث يعجز الأعمى عن إدراك هذا الحكم؟ هل هذا متوقف على حاسة البصر؟ هل هو متوقف على حاسة السمع يحتاج إلى خبر مخبر؟ هل ذوق شم كذا؟ هل لا يحتاج؟ صحيح؟ مجرد أن يدرك العقل، إذا المسألة عقلية، معنى الكل شيء متركب من أجزاء، معنى الجزء أحد أجزاء هذا الشيء المتركب منه ومن غيره، فهل يمكن أن يكون بحكم العقل الجزء الذي هو واحد من مجموعة يكون أكبر من هذه المجموعة اللي هو فرد منها؟ هل يمكن العقل يحكم بأن الجزء أكبر من الكل الذي هو أحد أجزاء الكل هذا الجزء؟ يعني إيدي مثلا صارت بحجم السماء بس هي جزء مني، أيهما أكبر، يدي أم كامل جسمي الذي أحد أعضائه هذه اليد؟
مهما عظم الجزء سيزداد عظمة الكل، صحيح؟ إذن بهذا يعني نستفيد أن الحكم العقلي غير مكتسب من الحواس، حكم عقلي. اجتماع النقيضين، وجود الشيء وعدمه، هذان هما النقيضان، الشيء موجود ومعدوم، نفس الشيء، نفس الشيء بنفس الزمان وبنفس المكان وبنفس الاعتبار ومن نفس الجهة وبنفس الإضافة. قلنا زيد قائم الآن في المسجد وزيد غير قائم الآن في المسجد، هل هذا ممكن؟ ها؟ ممكن؟ عقلا ممكن؟ هل يتصور العقل زيد قائم وغير قائم بنفس الوقت وبنفس المكان؟ صور لي اياها، تفضل صور لي اياها فوتوشوب، جيب لي احسن اتقن واحد فوتوشوب. نفس الوقت قائم، هو اذا انه قائم، معنى القائم غير قاعد، اذا وصفناه بالقيام نفينا عنه الوصف الذي يناقضه وهو عدم القيام. ماذا يقابل القيام؟ ماذا يناقض القيام؟ عدم القيام. فهل يمكن أن يكون قائماً غير قائم بنفس الآن؟ هل قيامه يمكن أن يكون موجوداً وغير موجود بنفس الوقت، بنفس المكان، بنفس الاعتبار؟ زيد موجود في المسجد الآن وغير موجود في المسجد الآن، نفس الوجود الحقيقي، هل يمكن؟ ها، زيد موجود في المسجد الآن غير موجود بجسده، غير موجود بعقله بذهني، هذا ممكن. لكن هنا ما حصل تناقض، التناقض اشترط ايش؟ نفس الشيء، اتحاد الاعتبار. هنا قلنا عبد الحليم موجود بذاته هنا غير موجود بذهنه هنا، هذا ممكن، اختلف الاعتبار، اليس كذلك؟ اما ان يكون عبد الحليم موجودا بذاته جسده في المسجد الان، وأن يكون غير موجود بذاته بجسده في المسجد الآن، هذا مستحيل، مستحيل عقلا. جيب لي أحسن رسام، أحسن متخصص في الفوتوشوب وخليه يرسم لي إياها، خليه يرسم، مستحيل. قلنا الممكنات العقلية يمكن للرسام أن يرسمها، ممكن إنسان يطير، إنسان عايش في البحر، إنسان قاعد سنتين 10 سنين ما أكل، إنسان مصنوع من نور، ممكن امرأة تلد غزالة مثلا، غزالة تلد شاتا، هذا ممكن، يمكن. إنسان بلا تعلم يتعلم، فجأة هيك وضعت مجموعة المعلومات في رأسي، هذا ممكن، كل ما يمكن رسمه ها فهذا ممكن عقلا، ممكن عقلا. الله تعالى ما الذي أجراه في هذا الكون؟ أحد الممكنات، نعم، هذا نقول عنه إيش؟ الواجب عادة، نقضه مستحيل عادة، لكن الممكن العقلي لا يمكن للعقل أن يتصوره، وهو بنفسه لا يقبل إيش؟ الممكن الـ إحنا إيش نحكي؟ هذا مستحيل العقل، مستحيل العقل، لا يمكن العقل أن يتصوره، وهو لا يمكن أن يوجد جزء أكبر من الكل الذي هو جزء منه. كيف ترسم لي إياها هاي؟ هل يمكن العقل أن يقبلها؟ تناقض، تناقض، مستحيل. يعني المستحيلات العقلية ترجع إلى استحالة التناقض، استحالة التناقض، تناقض وجود الشيء وعدمه، موجود ومعدوم، مستحيل. طيب الآن بيعرف العقل، احنا هذا كله سابق للأول، ما معنى العقل؟ هلا بالمشايخ حياكم الله، اهلا وسهلا. والعقل سر روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية، ومحله القلب، ونوره في الدماغ، وابتداؤه من حين نفخ الروح في الجنين، وأول كماله البلوغ، ولذا كان التكليف بالبلوغ. هذا هو الصحيح الذي عليه مالك والشافعي رضي الله عنهما، وهو مراد من قال
هو لطيفة ربانية تدرك به النفس إلى آخره. وقيل هو قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء أي الاعتقادات، وقيل هو من قبيل العلوم. نعم. قال القاضي أي أبو بكر الباقلاني: هو بعض العلوم الضرورية، وهو العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات وجواز الجائزات ومجاري العادات، كالعلم بوجوب افتقار الأثر إلى المؤثر، والعلم باستحالة اجتماع الضدين وارتفاع النقيضين. هذا تفسير لقول من قال: هو العلم ببعض الضروريات. وعلى هذين القولين فهو من قبيل العرب. الآن تفسير ما هو العقل، هذا مختلف فيه كثيرا تعريف، ولا يمكن أن تصل فيه إلى حد جامع مانع. ما هو العقل؟ لطيف، سر روحاني، إذن ليس عينا. لطيفة ربانية وضعها الله، لطيفة يعني شيء ليس بكفيف، ليس عينا تحس، ها؟ الله تعالى وضعها في الإنسان يدرك بهذه اللطيفة التي لا ندرك حقيقتها. الأصل يأتيني بجنس أعرفه. طب ما معنى اللطيفة؟ كم يندرج تحت معنى اللطيفة؟ كم هناك من لطائف؟ لطيفة يعني شيء ليس بكفيف، ليس عينا، تدرك به النفس اللي تحتاج أصلا إلى تعريف العلوم الضرورية أو بعض العلوم الضرورية. وبعضهم فسر العقل بأنه إدراك الواجب والممكن والمستحيل، هاي العقل. من هو العاقل؟ الذي يعرف وجوب الواجبات العقلية التي لا يمكن إلا أن تكون موجودة ويستحيل عدم وجودها، وإدراك المستحيلات العقلية التي يستحيل وجودها، وإدراك الممكن العقل. هذا بعضهم فسره، فسر العقل بأنه إدراك هذه العلوم، لكن الصحيح أنه إدراك بعض، يعني إدراك هذه العلوم هو بعض وظائف العقل. العقل وظيفته أوسع من هذا. طيب تفضل. قوله لا محالة أي لا تحول، أقسام حكم العقل لا محالة أي لا تحول ولا انفكاك عن كونها ثلاثة، يعني أنها ثلاثة لا أقل ولا أكثر. هذا على الإعراب الأول. وأما على الثاني فالمعنى أنها هي هذه بعينها لا غيرها. هي الوجوب أي وما عطف عليه، وهو عدم قبول الانتفاء. ما معنى الوجوب العقلي؟ عدم قبول الانتفاء، عدم قبول. هذا الشيء لا يقبل إلا الوجود. الأشياء من حيث الوجود أو من حيث قبول الوجود وعدمه، إما أن تقبل الوجود وتقبل العدم فهذا الممكن، وإما أن تقبل الوجود ولا تقبل العدم فهذا الواجب، أو تقبل العدم ولا تقبل الوجود فهو المستحيل، أو لا تقبل الوجود ولا العدم. هل هذا ممكن؟ لا تقبل وجود أشياء، إما أن تقبل الوجود والعدم فهذا ممكن، تقبل الوجود دون العدم فهذا الواجب، تقبل العدم دون الوجود فهذا المستحيل. نعم. هي الوجوب ثم الاستحالة بالدرج للوزن، وهي عدم قبول الثبوت. هي الثبوت. عدم قبول الثبوت. هي الوجوب ثم الاستحالة، ما قال ثم الاستحالة، ثم الاستحالة، وهي عدم قبول الثبوت. لا يمكن أن توجد. الثبوت عن الوجود، نعم. الانتفاء معناه العدم. ثم الجواز، ثم الجواز وهو الثالث الأقسام، وهي قبول الثبوت والانتفاء. وستتضح معانيها زيادة إيضاح في تعريف الواجب والمستحيل والجائز. وكلمة ثم هنا وفي سائر ما يأتي لمجرد الترتيب في الذكر والتدرج في مدارج الارتقاء. يعني قال لك هي الوجوب ثم الاستحالة ثم، ليس المقصود أنه هناك ترتيب حقيقي، لا، مجرد في الذكر، يعني ترتيب في الذكر والتدرج والمدارج، يعني دائما يذكرون الوجوب ابتداء لشرفه لأنه لا يقبل إلا
الوجود. نعم. دون اعتبار تراخ بين المتعاطفين ولا بعدية في الزمن. نعم. فإن قلت تقسيم الحكم العقلي إلى الوجوب والاستحالة والجواز لا يصح أن يكون يعني إلا في اعتراض هذا اقرأوا هكذا. في سؤال تسأل؟ كم بقي؟ انتهى الوقت؟ طيب نكتفي إن شاء الله. هنا والحمد لله رب العالمين.